السجل في لا يعني البطولات. اقصد انه انت لما بتبقى حارس وقاعد دكه بره عصام الحضري، انت بتبقى مشدود يعني، عصام قاعد يعني على الدكه يعني، بص يا ابراهيم، خاصه هو لو انت حارس يعني، خاصه لو انت لسه بتشق طريقك الدولي يعني. بص، الحضري وهو واقف او موجود في الساحه، انت بتبقى قاعد بره مقتنع ان انت قاعد صح لحد كبير، صح حد قيمه، فبالتالي ما بيبقاش انت عندك توتر خالص. لكن انت التوتر بس لما تيجي تلعب تحس ان انت وراك الحضري وعايز يلعب وبيغل في التمرين وعايز، هو كده طبيعته يعني، وده اللي خلاه يكمل فترات كبيره. ولكن محمد الشناوي هنا بقى التوفيق ربنا. محمد الشناوي لما كان معانا وهو صغير ما كانش ليه يعني، مش عايز اقول ملوش دور، لا ما كان يعني، كان في حراس كتير، كنت انا وشريف والحضري واحمد عادل عبد المنعم، وكان معانا رمزي. جه من ورا، هو جاي من بعيد، هو محمد جاي من الشناوي بعيد، جاي من بعيد. خد بالك، هو اتظلم برضه يعني، اتظلم معانا، خرج من الاهلي ورجع تاني. هو اتظلم معانا ان ما كانش ليه مكان في الوقت ده، كان متصاعد معانا وكان ماشي كويس جدا، ولكن هيلعب فين؟ لما راح بقى الحرس وراح الجيش وراح بتروجيت، شد ولعب وخد خبرات، التوقيت بتاع ربنا جاي له في وقت ان الاهلي محتاج جول. ولما جه خد بالك ما كانش رقم واحد، لا رقم كشفوا اثنين معاه. وثلاثه، كان شريف هو اللي بيلعب، ايوه. وحتى شريف حصلته اصابه، ناس قالت يعني محمد شناوي بعيد. مسك بعد هو في الفرصه، بالظبط مسك، هو كلبش مش مسك، كلبش في الفرصه. لان هو خلي بالك برضو الفتره اللي لعب فيها محمد الشناوي كان الحضري خلاص بقى اخر ايامه او اخر سنينه او الى اخره، فبدا الشناوي يلعب وكلبش. اوعى تقول على الحضري اخر ايامه واخر سنين، الحضري ما اعتزلش لسه. هو لسه طبعا انا شايفه بيتمرن ما شاء الله، بس الحضري has no end، عايز ايه؟ has no end. لا هو يعني، بس خلي بالك يعني برضو الدنيا واللي احنا فيه والسن والحاجات دي كلها، لازم هو برضو يبقى عنده قناعه بالحته دي، زي ما كان مقتنع ان هو رقم واحد وده حقه. شغف، الشغف ما تقدرش تحرم حد من شغف، من اكيد الشغف اكيد يعني. اكيد، ولكن ما كرة القدم هو دي عارف، خلي بالك ابراهيم، ان الزمن والوقت ما حدش بيعاند الزمن والوقت، ولكن هو طبعا يحسب له ان هو لحد النهارده راجل داخل في 50 سنه بيتمرن، وممكن وارد انه ممكن يلعب عادي. لكن هو احنا هو اسطوره، وكل الناس كل الحراس اتعلمت منه انك تتمرن، انك تركز، انك انت يبقى عندك دوافع، يبقى عندك اهداف، كل ده صحيح. اتعلمنا منه من الحضري. ولكن هو طبعا ما كانش فيه فرص انك انت تلعب في الوقت ده، عشان كده الناس بتتكلم في حته ان انت امير ظهر او شناوي ظهر او غيره ظهر او احمد عادل عبد المنعم دلوقتي في المقصه لما مشي من النادي، لان انت خلي بالك الوقت كله كان للحضري. فانت لا هو بالتالي هو هو عصام، وعصام ضايق ناس كتير في جيله يعني، عبد الواحد السيد ومنصف وامير عبد الحميد يعني وشريف اكرامي، مش اقصد ضايقهم بشكل سلبي يعني، اقصد ان هو كان بيشتغل كتير على نفسه، فحاجز اماكن في كل مكان كان بيبقى. بص يا ابراهيم، هو كل واحد كل حارس ليه موهبته، عبد الواحد وعبد المنصف وصبحي وامير وشريف و الى اخره، ناس كتير جدا كل واحد عنده موهبه، كل واحد بيتمرن وكل واحد حقه انه يلعب. لكن توفيق ربنا يعني ما خلاش حد فينا يلعب 10 سنين متتاليه، 5 سنين متتاليه، سنتين متتاليه. انت بتتكلم كابتن نادر السيد، كان طبعا حارس عظيم وحارس كبير وخبرات كبيره جدا، لاعب فترات رقم واحد وبعد كده احترف ورقم واحد وبعد كده الحضري لعب وهكذا. لكن الوحيد اللي لعب سنين طويله ورا بعض هو الحضري. فبالتالي طبيعي ان انت هتنتج وهيبقى عندك دوافع وهتلعب، ما هيحقق ده ازاي؟ انك تلعب بطوله تحقق، انك انت تلعب ماتش تحقق، فده ما كانش في بطولات وقعت مننا كتير جدا، وبعدنا الاصابات او اي ظروف مختلفه. فبالتالي انت اتمنى ان شاء الله ان الحراس الموجودين المميزين دلوقتي، محمد الشناوي يلعب وجنش موجود واحمد الشناوي وشريف وعامر مهدي سليمان علي روت، كل الناس اللي هي انا مش عايز انسى حد، عواد جنش ابو جبل، الناس اللي هي طبعا الحراس الموهوبين اللي هو كل واحد بقى مستني صحيح يمسك بقى الفتره الجايه، وده بيعود على الانديه وبيعود على المنتخب. ولكن انا شايف ان الحراس كلهم في تنافس قوي جدا، وبيلعبوا معهمش ضغوطات قويه زي ما كنا احنا بنلعب.